8 على 10. قلت 8 على 10. انا نعطي 10 على 10 خاطر بروفي اللي منظم. الممثل قدوه واللي يحب نعمل كارير كيف ان شاء الله احسن جي بي معنا، وهذا هو هذا هو الممثل اللي هو انا. والمسرح حياه، ومخي بالعالم ما غير مسرح ما غير فن، على خاطر هو دليلنا ديما باش نوصلوا وين نحبوا باش نجموا نصلحوا البلاد. نحكيوا على ايام قرطاج المسرحيه. اي اكيد، هذا معناها العرس لو صحت العبارة عرس ثقافي، معناه اللي هو يعتبر متنفس للحياة، وأنه كيفاش النجم نواكب عروض ونشوفوا شنو علينا وشنو لنا، ونعرف قضايا مجتمعنا وهواجس مجتمعنا، وهذا معناه المهرجان العريق اللي معناه يتجدد كل عام باش يخلينا نفرحوا ونزهوا، خلينا ننسوا شوية ما يفعله السياسة والسياسة بنا. شنو رأيك في التنظيم؟ هي التنظيم بالنسبة لأيام قرطاج المسرحية ماهوش بارفي وماهوش خايب زيد. قداش تعطيها على 10 رغم ما زالت أيام قرطاج المسرحية؟ قداش تنوتي؟ 8 على 10. قلت 8 على 10. انا نعطي 10 على 10 خاطر بروفي اللي منظم. لا لا والله، لا والله محلام في التنظيم في كل شيء، ما تسحق شيء، الناس كل توجهك، الناس كل تقول لك منين تمشي، العروض في وقتها، كل شيء، فماش حس في القاعات، محلاه المسرح حاجه هايله على الاخر، حاجه تفرح انك مشيت وتفرجتوا في مسرحيات. اي اكيد، انا تفرجت البارح على مسرحيه تائهون، جميله جدا. او تائهون هي لو رجعوا رمزيه الاسم تو نشوفوا في الخضم تاعها، انه الشعب التونسي كيفاش اصبح تائه معناها في خضم الحياه بعد الثوره، يمكن كيفاش يمكن حتى للممثل كيفاش او المسرحي او الفنان بصفه عامه انه كيفاش اصبح تائه في الحياه، وكيفاش انه الاوضاع بتاعه ياسر تشظت معناها، وانه اليوم ولينا نحكي على هجره الادمغه، ما بنجموش نحكي على هجره الفنانين على خاطر، ولو نحكوا عليه هذا شيء خطير برشا، هجره الفنانين، خاطر لو معناها هاجر كل الفنانين معناها البلاد ان شاء الله، انا ما نتمناش يصير هيك، لكن باش تعمل ديزيكليبر معناها. شفت تفرجت في المسرحيه؟ اي تفرجت في مسرحيات، باهي حسب راي وحسب المسرحيات اللي تفرجت فيها، فما مسرحيات في المتناول وفما مسرحيات ماهوش في المتناول. مثلا عجبتني البارح مسرحيه وحله، مثلت فيها الفنانه القديره منى نور الدين واكرم عزوز، عجبتني تطرح قضايا نوعا ما، اما صبا عجبتني نوعا ما زوز خطوط حمراء نوعا ما، يعني ما نحبش نوضح الامور اكثر، لكن تطرح قضايا ماهيش شامله، معناها قضيه لكن ماهي ليست شامله، فهمت؟ شوف المسرح هو معناها الحاجه ما يحبوش يفهموها الناس، انه يوريك مكان الجرح، وكان عينك تضمض وكان عينك باش يبرى ولا تخليه يتعفن، لذا المسرح ديما يكون هو المسكن معناها، باش تنجم تسكر روحك من كثير من الجراح. ونوعا ما معناها هي المسرحيات دائما ما ترتبط بقضايا، والقضايا هذه ما ينجموش كل انسان هو يقوم على التأويل معناها، وكل انسان كيفاش يفهمها وكيفاش ينجم يشوفها في روحه، وكيفاش ينجم انه معاش يمارس ممارسيتها هذيك معناها، باش ينجم يرتقي بنفسه ويرتقي بالحياه بصفه عامه. يعني كنا نسالك شكون الممثل القدوه اللي حاطه وتحب تعمل كارير كيف؟ الممثل القدوه واللي يحب نعمل كارير كيف ان شاء الله احسن جي بي معناها، هذا هو الممثل اللي هو انا، ما نجمش نحط قدوه قدام عيني الا امي وبابا معناها، على خاطرهم هم اللي علموني في الحياه، وما لم تعلمني الا المدرسه ولا حتى شيء، في حين انه باش نعطيه كل انسان حقه، برشا ممثلين
أكاديميين معناها، وخاصة أنا نحب نولي كيف الأستاذ فتح العكاري معناها، لخاطر هو توا معناها ينشئ مختبر للممثل الباحث، وأنا تعرف أنه ممثل ولابد أنه ديما يكون في مسيرة من البحث حتى يتبين للأبيض من أسود، وإن شاء الله نلقى الأبيض هي يوم من أيام، وإن شاء الله البلاد زادة تلقى نوعا ما راية السلام، هذه الراية البيضاء معنا. وين تشكون ممثل القدم؟ باهي ما فماش ممثل معين، على خاطر الفنانين الكل ما تنجمش تقيم حتى فنان، لكن كما قال صديقي يلزمنا نوفوا حقهم. منى نور الدين، الفنانة منى نور الدين إن شاء الله، الفنانة منى نور الدين. باش نتوجه بسؤال لكم انتوما، دونك فيش باقين تراو في حال البلاد؟ هل انه لازمنا ايام قرطاج المسرحيه بركة هي اللي تلمنا، والا لازم تكون ديما فما ثقافه موجوده؟ انا يا ريت انه هي مهرجان ايام كارتاج المسرحيه حاجه مزيانه اللي عملها، انه دخل المسرح للسجون معناها وخلاه يروج وضرب المركزيه معناها، ونشوفوا عروض في كثير منها تتروج عروض على ارض بلاد تونسيه ككل، لكن نتمنى انها تعمم اكثر، وانه باش يوصل الفن للناس الكل، على خاطر برشا مناطق مهمشه ومحرومه تحب مسرح باش ينجم يهذب لها الاذواق تاعها معناها. لذا باهيه اللامركزيه، فما اللامركزيه معناها في ايام كارتاج المسرحيه، وان شاء الله ان شاء الله تزيد تتعمم اكثر باش يوصل الفن هذا لاكثر عدد ممكن من المتسكنين ومتسكنات هذه البلاد. كلمه الختام. شكرا لكم، انا حبيت نشكركم مرة أخرى. أنا عندي مسرحية إن شاء الله أقوم بإنجازها في جزيرة جربة، خاطر أنا من جربة، إن شاء الله يوم 11 مارس 2023 أول عرض لها في دار الثقافة بشير التليلي من ميدون. هذه المسرحية معناها تلقات دعم من برنامج تدريب الشباب، إن شاء الله برشا ناس وجرابة ككل ومن تونس كل يجوا يتفرجوا ويعطوني آرائهم، وإن شاء الله تعجبهم وتنال إعجابهم واستحسانهم. وحبيت نذكر انه المسرح حياه، وما خيبوا العالم ما غير مسرح ما غير فن، على خاطر هو دليلنا ديما باش نوصلوا وين نحبوا باش نجموا نصلحوا البلاد. شكرا. كلمه الختام. باهي كلمه الختام، نحب نقول ماذا بينا الفن ما يقتصرش فقط عن ايام قرطاج المسرحيه فقط، ماذا بينا يعني كثر المهرجانات هكايا المعروفه الكبيره وفقط. شكرا.